بسم الله الرحمن الرحيم. الآن راح نبدأ بمجموعة جديدة، 41 سؤال multiple choice questions على موضوع السكشن 5 operating budget calculations، احتساب الموازنة التشغيلية، production and direct material، إنتاج وكذلك المواد المباشرة الخام أو المواد الخام المباشرة. طبعا أكيد إحنا في يونت 10 عنوانها budgeting، كيف إعداد البادجت، مفاهيم concepts methodologies طرق كلهم مروا علينا، and preparation، والآن حنبدأ بالpreparation من 5 لحد 9. إذا أكيد إحنا في بارت 1 CMA 2020، ونتكل على الله ونشوف ما هو السؤال الأول. السؤال الأول بيقول دافي تيونز مانيفاكتشرز إيتوي رابت، شركة اسمها دافي تيونز تصنع أرنب بتاع ألعاب أو لعبة من الأرنب أو لعبة أرنب with moving parts، القطع متحركة، اليد والأيدي والأرجل، يمكن الأذنين وطبر والرأس حتى، and built in voice box، في جوا الأرنب في صندوق بيطلع الصوت تبع الأرنب. Projected sales in units for the next 5 months are as follows. المبيعات المتوقعة بالوحدة الواحدة لما سيأتي من 5 أشهر اللي هي January, February, March, April, May. 5 months are as follows كمان. طبعا عندنا جانيوري 30,000 سيلز، فبروري متوقع 36,000، مارش 33,000، ابريل 40,000، وماي 29,000. بنكمل السؤال. Each rabbit requires basic materials، كل أرنب يتطلب أو بحاجة لمواد خام أساسية ذات دافي purchases، اللي هي شركة دافي تشتري from a single supplier، من مورد واحد، at 3.5 per rabbit، كل أرنب تشتري له material أساسية 3.5 دولار. voice boxes are purchased from another supplier، الصندوق تبع الصوت تبع الأرنب اللي جوا بنحط فيه كمان تشتري الشركة من مورد ثاني at $1 each، كل بوكس بطلع صوت للأرنب $8. A simply labor cost is $2 per rabbit، تكاليف العمالة تبعت التجميع القطع تبعت الأرنب مع بعضها البعض بتكلف $2 لكل أرنب. And variable overhead cost is 50 per rabbit، التكاليف المتغيرة تعتبر $0.5 لكل أرنب. Fixed manufacturing overhead، تكاليف الصناعية الغير مباشرة الثابتة applicable to rabbit production is، وهي قابلة لأنها تطبق على إنتاج الربت الأرنب is $12 per month، 12,000 $12,000 per month، $12,000 الشركة بتتحمل تكاليف ثابتة لها علاقة بالأرنب. دافي policy، سياسة دافيز is to manufacture 1.5 times the coming month projected sales، سياسة دافي انها تصنع 1.5 ضعف، يعني مرة ونص
the coming month projected sales every other month. من المبيعات اللي حتيجي في الشهر القادم شهر A وشهر لا every other month يعني شهر A وشهر لا. Starting with January, starting يعني ابتداء من شهر January اللي هو فردي, odd numbered months اللي هي الأشهر الفردية, for February sales, إذا الأشهر الفردية شهر واحد بنتجوا فيه واحد ونص قدر المبيعات تبعت الشهر القادم. بروحوا على اثنين لا على ثلاث فردي واحد ونص من مبيعات شهر أربعة, على خمسة على أربعة لا على خمسة واحد ونص من شهر ستة وهكذا. إذا هيو odd numbered months الأشهر الفردية. بعدين بقول for February sales, هذه February sales قصده January starting with January لمبيعات فبروري, إذا بجانوري بنتج قد مبيعات فبروري مرة ونص 1.5 times, and to manufacture 0.5 times the coming month projected sales in alternate months. إذا كمان بنتج 50% من المبيعات تبعت الشهر القادم في الأشهر الأخرى يعني الزوجية. اوكي alternate months بين قوسين هون IE يعني بقول even numbered months يعني الأشهر الزوجية. This allows DAFI to allocate limited manufacturing resources. هذا يسمح لدافي إنها توزع limited manufacturing resources مصادر الإنتاج المختلفة من ليبر ومن ماتيريال ومن آلات ومن كهرباء على مين؟ الصناعية to other products يعني بالأشهر الزوجية بتنتج بس 50% من مبيعات الشهر الفردي القادم. ليه؟ لأنه بدها تتفضى كمان تنتج كمان منتجات أخرى to other products as needed during the even numbered months. فهناك فرصة أن تنتج كمان طلبات أخرى منتجات أخرى غير الربط غير الأرنب. إذا بالأشهر الفردية بتنتج مرة ونص من الأشهر الزوجية القادم يعني جانوري بتنتج مرة ونص من مبيعات فبروري المتوقعة, بمارش بتنتج مرة ونص من مبيعات إبريل, بمي بتنتج مرة ونص من مبيعات جون اللي هو شهر ستة وهكذا. طيب نرجع للشهر الزوجي اللي هو فبروري بنتجوا 50% فقط من مبيعات جانوري. ليه؟ لأنه في عندهم عمل آخر بيقدروا يشتغلوا في الأشهر الزوجية. أوكي؟ even numbered months. أوكي. دافي السؤال الأول, دافي tunes unit production budget for toy rabbits for January. إذا قديش عندنا راح ننتج لجانيوري؟ ها قديش بننتج في جانيوري؟ جانيوري بنقول بننتج قد مبيعات فبروري الزوجي بمرة ونص يعني 36 في واحد ونص نقطة ولا تغلب حالك ولا 36 اللي هو الشهر الزوج اللي بعديه تنتج قده مرة ونص في جانيوري. شوفوا هون مارش تنتج مرة ونص في مارش عن ابريل يعني 40 يعني 60,000, هون بتضربها بواحد ونص 36 زائد 18 بيطلع 54,000. اذا the unit production budget for January is 36,000 units during February projected in February ضرب واحد ونص بيطلع 54,000 حبة لازم ننتجها في January. ملهاش علاقة هاي, هذه العلاقة بشهر اللي قبليه اللي هو ديسمبر هذه جانيوري. اوكي هاي مثلا الابريل مالهوش علاقه, هذا الابريل له علاقه, هيو هذا بقرر تبعت مارش متى تنتج في فبروري. اوكي اذا الانتاج اتفقنا عليه بالفردي بننتج مره ونص قد الجاي الزوجي وبنصير نخزن, وبالزوجي بننتج نص هالف من حاجة الفردي الذي يليه. إذا الجواب 54,000 يونتس بس, هذا هو جواب سي.
اي هوب انه الرساله وصلت هذه السي. سؤال بعدي، نفس السؤال، دافي تيونز مانيفاكتشرز اي توي رابت وذ موفينج بارتس، نفس القصه ما بدي اعيدها، نفس الاشهر، وانما المطلوب هنا يختلف. دافي تيونز دولار برودكشن بادجت فور توي رابت ان فور فبروري، ها شفتوا فبروري. اذا الان بالزوجه من شو بنصرف؟ بننتج نص انتاج مارش. هلا فبروري نص 50% من انتاج مارش. اذا يونتس اوف رابتس تو بي برودوس ان فبروري قديش مارش؟ هاي فبروري، هاي مارش قديش؟ 33. شو عملنا؟ هيا 33000 في نص، مش قلنا 50%؟ هيا ال 50%، ف 50% تايم ذا كومينج مانث بروجكتد سيلز ان الترنيت مانث، يعني الاشهر غير الفرديه الزوجيه الترنيت مانث، الاشهر الاخرى يعني قصده. ها؟ ايفن نمبر الزوجيه، اذا بنقول هلا احنا بدنا نشتغل بفبروري بالزوجي، بدنا ننتج نص مارش. مارش 33 في نص بيطلع 16500. اذا علينا ان ننتج في فبروري 16500 ارنب. كل ارنب ذا يونت فاريبل كوست از 7، 3.5 هيها ماتيريال، اوكي بيزك ماتيريالز، وكمان في دولار تبع الفويس بوكس، هيو هيو، كمان في 2 دولار تبع الليبر، برضو الليبر يعتبر فاريبل كوست لانه دايركت ماتيريال فاريبل، وقد تتعدى الدايركت ماتيريال زي ما هي هون في بيزك، وفي عندنا الفويس بوكسز، الفويس بوكس كمان في دايركت ليبر 2، كمان في نص فاريبل هيها النص. اذا جمعنا 3.5 زائد 1 هيها، زائد 2 هيها الليبر، زائد نص اللي هي الفاريبل، مجموع قديش؟ 3.5 4.5 6.5 7، هاي 7. اذا التكاليف المتغيره للارنب الواحد يساوي 7 دولار. شو بنعمل؟ ال 16500 في شهر 2 بننتجهم مشان نغطي مارش 2 زوجي، مشان نغطي مارش. 16500 في 7 بيطلع 115500. اذا بدنا فلوس 115500 تكاليف الفاريبل كوست. طيب والفيكس كوست قال لنا شهري 12000 بير مانث، بزيد عليهم. ثس ذا دولار برودكشن بادجت فور فبروري از 12000 زائد 115500 اللي هي المتغيره، هاي بيطلع 127500 التوتال كوست. 127500 الجواب عندنا دي، هي تمام، هذه دي بس، بلاش نحل زي ما كنا نحل بالاسئله السابقه، هاي ما بدهاش حل، خلص حليناها. السؤال 3 في معلومات فاكت باترن، يعني معلومات او سرد معلومات او نمط المعلومات، نمط الحقائق، سميها ما شئت. ماونتين كوربوريشن مانيفاكتشرز، شركه ماونتين، شركه الجبال سميها زي ما بدك او الجبل، تصنع كابينت، هاي الكابينت جايب الصوره تبعتها، بط اوت سورسز ذا هاندلز، بتجيب من برا الايدين تبعت الكابينت. 8 هاندلز ار نيدد فور كابينت، كل كابينت بدها 8 ايدين. With a simply requiring 30 minutes. With a simply requiring 30 minutes. التجميع، وقت التجميع من العمال للأدين هذول والتثبيت على الكابينت بدون 30 دقيقة of direct labor per unit. من العمل لكل وحدة واحدة من الكابينت. Ending finished goods inventory is planned to consist of 50%. البضاعة نهاية المدة مخطط لها أن تحتوي 50% of projected، أنا حطها هون هنا 50% الفينش جود، هي 50% of projected unit sales for the next month، هيها next month
and ending handles inventory is planned to be 80 of the required for that. طبعا ال handles تعتبر material. فرصيد آخر المدة من ال handles اللي هي الماتيريال is planned to be 80%. هي handles 80% من الشهر التالي. Of the requirement for the next month projected unit output of finished goods. يعني شو؟ مش من السيلز، من البرودكتس، من الانتاج. لاحظ هون من السيلز، الفينش جود من السيلز، بينما هون الهاندلز من قديش بدك تنتج، لذلك بدك تحسب قديش بدك تنتج بالشهر القادم. هاي بس كفكرة مشان نفهم الحالة والسؤال. طبعا هون ماونتن بروجكتد يونت سيلز اكتوبر، اوكي 4600، نوفمبر 5000، هاي نوفمبر 5000، ديسمبر 4200، هاي ديسمبر 4200، جانيوري 6000، هاي جانيوري 6000. طبعا انا ما حطيتش اكتوبر لانه يعني السؤال اكيد ما بخصش اكتوبر، وبالتالي I didn't need it، يعني مش بحاجة له. كان بإمكاني أحط أكتوبر هون، ومش غلط أحط أكتوبر هون، ما مشكلة. بس المهم إنه حتشوف أنا كيف بحل، وإن شاء الله العملية بتساعدك على إنك تحل بالطريقة اللي أنا بحب الترتيب بالطريقة هاي. المهم الأشهر هاي، لأن السؤال على ديسمبر، فديسمبر مش راح نستخدم معلومات أكتوبر، فما حطيتهاش، حطيت نوفمبر وحطيت جانيوري. إذا ديسمبر بعديه جانيوري، قبليه نوفمبر، هذول بتأثروا أو بيأثروا على ديسمبر. إذا جانيوري 6000، ماونتين إنز إندينج إنفنتوري إن يونتس أت سبتمبر 30، فينيش جودز 3800 وهاندلز 16000، يعني بسبتمبر قبل أكتوبر. تمام، قبل أكتوبر هذا، هيها رصيد الفينش جود 3800 والهاندلز 16000. معلومات، انت كل ما حطيت معلومات اكثر كل ما كان افضل، بس انا على قد السؤال فصلت بياناتي على قد الاجابه. هون بقول the number of units that mountain finished during December is، هيو ديسمبر. اذا number of units that mountain finished during، قديش بدها تنتج، قديش بدها تصنع. شو القانون؟ البرودكشن يساوي السيلز تبع ديسمبر، هيا 7200، السيلز 7200 وين ديسمبر، هيا ديسمبر عندي هون 4200 زائد 3000. طبعا عندي هنا ديسمبر 4200، هيها هيها زائد 3000. ال 3000 شو معناها؟ انه بدنا ننتج حاجة ديسمبر 4200 زائد الاندينج انفنتوري تبع ديسمبر بدنا ننتجه مشان نغطي جانيوري، اللي هي 50% من حاجة جانيوري، من مبيعات جانيوري. 50 من 6000، هي النص 50% of projected unit sales، 50%. إذا 50% من 6000، إذا لا لازم ننتج في خلال شهر ديسمبر كمان 3000 غير ال 4000 هو حاجته للبيع. إذا بدنا ننتج كمان 3000. بس لا تنسى انه عندي beginning inventory جاي من الشهر الماضي اللي هو من نوفمبر. نوفمبر بده يكون عندي at the end of the period، at the end of November رصيد يساوي 50% من مبيعات ديسمبر اللي هي 4200. هيا بده يكون هون عندي رصيد 50%، يعني 2100. إذا شو معناته؟ الانتاج خلال ديسمبر يساوي المبيعات زائد الاندينج انفنتوري ناقص البيجنينج انفنتوري. لانه ما دام عندك بيجنينج انفنتوري
معناته بدك تعتمد عليه، بدك بده يقلل الانتاج. لكن الاندنج انفنتوري بده يزيد الانتاج، بدك تنتج وتخزن at the end of the period. اذا بدك تنتج وتبيع 4200 وتنتج وتخزن 3000، ولا تنسى انه بدك تستهلك البيجنينج، معناته بدك تطرح. اذا بنقول هذه ال 4200 اللي هي مبيعات ديسمبر زائد رصيد اخر المده لديسمبر اللي هو لازم نخزن بالمخازن، قد ايش صار؟ هيا 7200، 4200 زائد 3000 7200، هيا 4200 زائد 3000 يساوي 7200 ناقص البيجنينج انفنتوري 2100. انا بعد هاي الرسمه في عندي رسومات اوضح اثناء الشرح، بس مش غلط انه يعني برضو معلومات، يعني على الاقل انا حلي احسن من حل الكتاب. اذا قديش بده يكون انتاجك؟ بدك تنتج 5100، فعليك ان تنتج 5100 من في ديسمبر لتغطي مبيعات ديسمبر وتغطي حاجه الاندنج انفنتوري بديسمبر ليغطي جانيوري 53%، اخذا بالاعتبار ان هناك بيجنينج انفنتوري هذا لازم تستهلكه بالاول قبل ما تنتج. اوكي؟ اذا المعادله بتقول قديش لازم يكون عندي؟ لازم اي هاف تو بروديوس 5100 يونتس في شهر ديسمبر. 5100 يونتس في شهر ديسمبر. هاي اربعه. قصدي بي. الجواب بي. هاي بي. هذه بي. طبعا هون مش راح نشرح. انا بالنظري كنت احكي. لانه في ادد فاليو، هون ما في ادد فاليو، شرحته وخلصت. اذا الجواب عندنا لسؤال ثلاثه جوابه ب 5100. سؤال اربعه نفس السؤال، ما نبغى نتشطر على بعض، ما بدنا ناخذ وقت، نفس شوفوا الشرحات تبعي هون نفسه. 50% من الفينش جودز بده يكون عندي at the end of the period، و 80% من الهاندلز الماتيريال لازم يكون 80% جاهز باخر الشهر ليغطي متطلبات استخدام الماتيريال في الانتاج تبع الشهر التالي. هيا هيا نفسه كررته من السؤال الماضي. هيا هيا لانه نفس السؤال، وهي الهاندلز وهي الكابينت، هذه بدها 8، الكابينت بدها 8 هاندلز، هيا 8 هاندلز وينها؟ 8 هاندلز. نفس الارقام اكتوبر، شوفوا هون انا اضطريت احط المعلومات كلها لانه بحاجتها. هاي سبتمبر، هذا هي خلال سبتمبر في عندي فينش جود 3800 جاهزين. طبعا هون الحل السؤال مش على الفينش جود، السؤال عن ماتيريال هاندلز 16000. هي ات ذا اند اوف ذا بيريود تبعت سبتمبر عندي 16000 جاهزين لا انتاج اكتوبر، وحطيت اكتوبر هيو 4600. كان هذه كانها مش دولار، هاي صح يونتس. اوكي 4600 نوفمبر 5000، إذا هذه غلطة مفتح مش غلطة أعمى زي ما بقول، أو ضربة مفتح مش ضربة أعمى. مع إنه أنا البحل يعني ما جبتش من المصادر من عندي. الهاندلز بنفس الإشي بدي 8 16000 هاندلز. أوكي إذا نفس المعلومات، هلا شو بقول؟ The number of handles mountain should purchase in October. هاي اكتوبر، هاي السهم الاخضر، هاي اكتوبر. اذا باكتوبر بده اخذ رصيد اول المده للهاندلز اللي هو رصيد نهايه المده لسبتمبر اللي هو 16000، هذا رصيد اول مده. وبدي اشوف انتاج اكتوبر قديش، واكيد بدي اشوف رصيد اخر المده لاكتوبر اللي هو له علاقه ب 80%، بتتذكروا هاي 80% من الشهر التالي. فخليكم معي. هلا بقول توتال برودكشن فور اكتوبر، هاي اكتوبر، البرودكشن قديش؟ البرودكشن عبارة عن المبيعات. وين اكتوبر؟ 4600. هيا. زائد رصيد
ending inventory هون هون اللي هو قديش 50% من انت من مبيعات نوفمبر. هيا 50% من الشهر التالي، 50 من ال 2500 زائد هاي 50 من ال 5000، 50% بيطلع 2500 زائد رصيد at the end of the period قديش بيكون عندي finished goods ناقص رصيد at the beginning of the period. قديش رصيد at the beginning؟ هيو finished goods at the end of September. هيو finished goods at the end of September. هيو هذا هو يعني هون موجود بمكان هذا موجود. هيو هيو شايفينه؟ هون الرصيد 50% مش شو لا هون given ما بده حسبه في سبتمبر given. هيو given اعطت لانه البادجت البادجت وكانها بدها تبدا من اكتوبر وطالع، وبالتالي في عندك ارقام حقيقيه موجوده. اذا 3800 معناته الفينش جود. اذا هون بقول ناقص رصيد اول المده، اذا 4600 بدي ابيع زائد رصيد اخر المده اللي هي 2500 اللي هي 50 من 5000 للشهر التالي ناقص 3800 جيفن بالسؤال اللي هو رصيد اول المده اللي هو كان رصيد اخر المده بسبتمبر. قد ايه بيطلع؟ لازم انتج 3800، حطيتها بالاخضر انا 3800. طيب هلا بقول توتال برودكشن اوف نوفمبر نفس الشيء 5000 زائد 50% من ال 4200. هيا قد ايش؟ 2100، نص ال 4200 50% هذا هي 2100 ناقص رصيد اول المد الذي جاء منه من نهايه اكتوبر اللي هي شو قلنا 50 في 2500 في 5000 يعني 2500 ناقص 2500. اوكي؟ اذا 5000 زائد الاندنج 50 يعني 2100 نص هاي ناقص البيجننج اللي هو 50 نص هاي 2500. شو بيطلع؟ 4600 حطيتها بالاخضر 4600 انتاج. السؤال بالسهم الاخضر على اكتوبر الماتيريال اللي هي الهاندلز. Number of handles should purchase in October. هاي أكتوبر قديش لازم تشتري؟ القانون تبعها شو؟ يساوي production زائد ending material ناقص beginning material. هاي تساوي لproduction 3300 بس هذه بالوحدة. بس كم handle بدها هاي كابينة؟ كم handle بدها؟ 8 handle ضربتها بثمانية أنا. إذا بدنا ننتج 3300 في 8 بدنا نستخدم 3300 في 8 هاندلز يعني 8 ايدين زائد at the end of the period هون هيها اللي هي قديش بننتج 4600. لا تطلع هاي هاي سيلز، هاي ساعدتني في استخراج هذا الاخضر للبرودكشن وهاي ساعدتني في استخراج البرودكشن مرن هون علينا. بنقول زائد ال 4600 في قديش؟ 80% هيا في 8 في 8 و80% 8 ايدين و80% لازم يكون عندي بالمخازن 80% من الانتاج وما يحتاجه من الهاندلز ضربته ب 8 ناقص جيفن بالسؤال 16 مش محسوبه هاي بداش حسب جيفن بالسؤال 16000 هاندل. شو بصير عندي؟ بصير عندي 26400 بضرب هاي 8 في 3 8 في 3 26400 زائد 4600 في 8 في 80% بيطلع عندي 29400 حسبها انت بالآلة الحاسبة ناقص 16000 جيفن بالسؤال وتساوي 39840 تو بيرتشز يعني لازم تشتروا يا عمي اذا بدها امور تمشي حسب الخطة باكتوبر لازم تشتروا 39840 هاندلز. الجواب ايه؟ اوكي؟ هذه ايه؟ هذه مش راح احل انا حليت. اذا سؤال 4 اي قصه هون قصه طويله حليتها ما بدي انا اشتغل عليها. سؤال 5 A company's budget contains the following information. البيانات التاليه beginning finished good inventory 85
beginning working process in equivalent units 10 desired ending finished good inventory 100 وهكذا. انا حطيت حساب الورك ان بروسيس والفينش جود، حطيت الارقام بيجنينج فينش جود. البيجنينج هي 85 حطيتها هون جانب البيجنينج، هذا تي اكاونت. طبعا الكتاب بيحل بطريقه مختلفه عني، بس انا هذه طريقتي بالحل. ارجعوا للماده بستخدم نفس التي اكاونت. اذا البيجنينج هي 85 تمام، والاندنج اللي هو الكوست اوف جود سولد هيها اللي هي قديش؟ خلينا بهاي beginning work in process، هاي الورك work process، هاي الورك in process beginning، هاي بحطه هون جانب الديبت. هاي خلصتها وهي خلصتها. desired ending finish good inventory 100 بحطها هون، هذا هي desired ending finish good inventory 100 تمام. desired ending work in process، هاي الورك in process، desired ending هيها 40، هيها 40 فوق الخط الاحمر، هذا الخط الاحمر مشان نجمع بعديه، وهذا الخط الاحمر مشان نجمع بعديه، حتى لو ما جمعت العمليه سهله. بعدين بروجكتد سيلز 1800 اللي هي كوست اوف جود سولد بيسموها، قديش بدك تبيع 1800 حبه؟ هلا احنا عندي وحدات، اذا عدد الوحدات هي 1800. طيب هاو ماني ايكويفالنت يونت شود بي ذا كمباني بلان تو برودوس، قديش الشركه بدها تنتج؟ إذا to produce معناته لاحظ beginning زائد production 1845 اللي هو هذه to produce يساوي الending ناقص manufactured or produced ed. هنا production أو producing، هنا producing ing، manufacturing هون manufactured. هذه وين بتروح؟ هيها هون، هيها هاي وين بتيجي؟ هون. وهاي حطيناها قبل شوي 85، هيا. وهاي حطيناها من هون 1800، وهاي حطيناها من هون 100. اذا هلا 1800 زائد 100 يساوي 1900، 1900 بنقولها لهون ناقص 85 بيطلع 1815. اذا 1815 اجباري هي نفسها هذه اللي هي هيها اللي هي manufactured ed produced. اما هون to produce او manufacturing، اذا الكلمات هاي مهمه بالماضي ولا بالحاضر. to produce معناته حاضر، manufactured معناته ماضي. اذا السؤال مش على هذا، وانما السؤال على هذا to produce 1845. اي 1900 ناقص 85 يساوي 1815. منين جبنا هاي؟ هاي 1815 مجموعهم 1900 جبناهم من هون، هذول قبل حطيناهم هون جبناهم هون. هذا كيف طلع؟ ما يطلع 1815 لانه شلنا ال 85، بضل من 1900 بضل 1815. هاي وين بحطها؟ هاي هون جاي من الورك بروسيس مانيفاكتشرد. هاي هذه بتكمل على ال 40 بيطلع 1855، بجيبها لهون. هذه جيفن بالسؤال ال 10، بضل الفرق بيناتهم 1845. اوكي، اذا تو برودوس معناته 1845. الجواب عندنا دي. طبعا الكتاب حالل بالطريقه تبعته، اللي هي نيدد فور سيل وإندنج انفنتوري للفينش جود بصير 1900 ناقص 85 1815، تدخل 1815 زائد 40 كذا ناقص 10 بيطلع الجواب. انا حطيتها بحسابي بطريقه التي اكاونت، يعني انا بحبش الطريقه تبعت الكتاب، بميل للتي اكاونت لاني اصلا انا كنت ادرس المحاسب وكذا، وبالتالي يعني الناس مش غلط يستخدموها لانه بيحلوا مشاكل كثيره وبوفروا وقت. لو كان سؤال عليه عده اسئله حطوا الارقام قدامهم بصير عندهم عملية استهلاك الوقت ممتازة، يعني بمعنى ما ضيعوش وقت وكمان بيطلعوا نتائج بسرعة. إذا الجواب عندنا دي لهكذا سؤال، سؤال 5. أوكي؟ الجواب دي، هذه دي. فاكت بتر أكيد سؤال 6.
Jordan Auto has developed the following production plan. طبعا عنده جانيوري فبروري مارش وابريل، حطيت جانيوري وفبروري ومارش وابريل، من هون وطالع صرت انظم الحل بطريقه افضل. جانيوري 10,000 وفبروري 8,000 ومارش 9,000 وابريل 12,000 يونتس. اوكي؟ has developed the following production plan. بدهم ينتجوا 10 8 9 12 units. خلصنا من هذا الجدول. Each unit contains 3 pound of direct material. كل حبة بدها 3 باوندات من الماتيريال. The desired direct material ending inventory each month is 120% of the next month. الدايركت ماتيريال تساوي 120% من حاجة الشركة للنكست مانث للماتيريال، ها بلس 500 باوند وزيادة 500، معادلة حنيجيها الآن بعد شوي. The beginning inventory meets this requirement، يعني قصده البيجنينج انفنتوري بالشهر هو نفسه الاندنج انفنتوري تبع الشهر الماضي واللي بنطلق عليه يساوي 120% زائد 500، هي من النكست مانث زائد 500 باوند. Jordan has developed the following direct labor standards for production of these units. إذا Jordan الشركة هاي طورت القائمة أو المعايير للدايركت ليبر فور برودكشن اوف ذيس يونت. Hours per unit 2 ديبارتمنت 1 نص ديبارتمنت 2. Hourly rate 7.25 12 ديبارتمنت 1 ديبارتمنت 2. طبعا انا القصد هنا انه hours per unit يعني القطعه بتاخذ ساعتين من ديبارتمنت 1 تاخذ نص ساعه او 50% من ديبارتمنت 2. الاورلي ريت سعر الساعه 7.25 بالديبارتمنت 1 والديبارتمنت 2 $12. طبعا انا ماشي على رقم واحد الحل، رقم واحد بعدين بروح على اثنين الحل. حطيت الجدول جانوري مارش ابريل فبروري مارش ابريل ايهم، حطيت اليونتس وحطيت الدايركت ماتيريال. طبعا هون مكتوب 3 باوند، اذا بدك تضرب 10 في 3 بيطلع 30,000، 8 في 3 بيطلع 24,000، قديش بدها؟ 3 باوند اوف دايركت ماتيريال، 9 في 3 ب 27، 12 في 3 ب 36 اوف دايركت ماتيريال. اوكي لحد الان تمام. هلا انا جيت على لانه السؤال على مارش، هاو ماتش دايركت ماتيريال شود جوردن اوتو بيرتشوز ان مارش، بمارش قديش بدك تشتري؟ فعاده لما باجي على مارش بدي اخذ رصيد اول المده، والذي هو كان رصيد اخر المده السابقه، نفسه رصيد اخر المده بقلب ثاني يوم الصبح بصير رصيد اول المده، وهذا رصيد اخر المده تبعت مارش. فلازم انا يكون عندي ماتيريال باول الفتره وماتيريال باخر الفتره وماتيريال استهلكها اثناء الفتره اللي هي اثناء الشهر قصدي. طيب مصير الماتيريال بدايه الفتره شو تساوي؟ لاحظوا 120% اوف نيكست مانث، هاي النيكست مانث، هاي احنا هون هذا الرقم هو نفسه هذا. النيكست مانث قديش عندي؟ 27، 9 في 3 27. إذا هي 27 ضرب 120% بده يكون عندي هون 120% من ال 27 زائد 500. 27 في 120% بيطلع 32,400 زائد 500، هي هسه 500 بلس 500 وتساوي 32,900. 32,900. إذا هذا رصيد أول المدة بالنسبة لمارش. رصيد آخر المدة بالنسبة لمارش يساوي 150% من 36 بعد ما حسبنا 12 في 3 36. إذا 36,000 في 120% بيطلع 43,200 زائد ال 500 هاي، هيا تساوي 43,700.
إذن الآن بنرجع على الخطوة 2، ما هي الـ purchases in March؟ تساوي قديش بدنا مارش؟ 9 × 3 = 27 زائد رصيد آخر المدة، هاي دائما القانون قديش زائد رصيد آخر المدة ناقص رصيد أول المدة، زائد 43,700 ناقص رصيد أول المدة هيو اللي هو 32,900 وتساوي 37,800 pounds. إذن we have to purchase 37,800 pounds حتى نقدر ننتج 27,000 ويكون عندنا رصيد بآخر الشهر يساوي 150% من حاجتنا للشهر القادم زائد 500 pounds. أوكي، إذا الجواب 37,800 الجواب عندنا دي. لسؤال 6، هذه دي. سؤال 7، A company's budget calls for the following production. الإنتاج جبت أنا كوارتر 1 حطيته، كوارتر 2 حطيته، كوارتر 3 حطيته، كوارتر 4 حطيته، وحطيت الكميات 45,000 يونتس و 38,000 يونتس، جبتهم بس نفسهم عرضتهم بطريقة أفقية 34,000 يونتس و 48,000 يونتس، وهذا production. إذن هذا production مش sales. Each unit product requires 3 pounds of direct material. إذن كل واحدة بدها 3 حبات. The company's policy is to begin each quarter with an inventory of direct material equal to 30 of that quarter direct material requirements. كل فترة بده يكون رصيد نهاية المدة أو بداية المدة تساوي 30% من حاجة الإنتاج بعد ما نضربه بالثلاثة، لأنه بده 3 باوند. تمام، وينها مكتوبة؟ هي 3 باوند. أوكي، إذا بضرب الـ 34 في 3 في 30% بدي الآن مخزن بالمخازن بضاعة ماتيريال بنهاية الكوارتر الثاني. نعم، معناته هذا هو بيجنينج نفسه، هذا هو نفسه، هذا beginning inventory ونفسه. إذا 30% في 3 في 34 بطلع 30,600 لازم يكون عندي هون. باجي at the end of the period شو؟ نفس القصة، 48,000 في 3 باوند ضرب 30%، إذا لازم يكون عندي 30% من حاجتي للباوندات تبعت الإنتاج. اليونتس ضرب الباوند بطلع 43,200. والسؤال بيسأل عن الـ purchases في الـ quarter 3. budget direct material purchases for the third quarter. دائما الـ purchases للـ material والـ production بالـ units. إذن شو معناته؟ بدنا نقول هنا هاي الـ purchases، شو بدنا نقول؟ 30,600. طبعا مش عارفين قديش بدنا نشتري، زائد اكس هي على طريقة الكتاب، مش عارفين فرضية. تمام، ناقص اندنج، ناقص 43,200 معادلة هي، هذا زائد هذا اللي هو مجهول ناقص هذا. تمام، هيو 30,600 زائد الاكس اللي هي السؤال عليه قديش عندنا الـ purchases، ناقص 43,200 قديش لازم يكون عندنا بعد ما اشترينا يكون متوفر ليغطي الفترة الجاية أو الكوارتر الجاي، 30% في 30%، أوكي 43,200 يساوي 34,000 ضرب 3. إذا شو معناته؟ كأنه بدنا نحل إنه الـ purchases تساوي 34,000 في 3 زائد هاي ناقص هاي، نفس القصة. إذا لو ما حطش الـ X مثلا، حليتها بطريقة الكتاب مشان ما تستغرب، بإمكاني أحلها بطريقة تبعتي أنا اللي إحنا دائما بحل فيها، هي الـ purchases تساوي هذه زائد هاي ناقص هاي وانتهينا، بطلع الجواب. بس أنا حاولت أقلد الكتاب
مشان انت لما تروح على حل الكتاب، لانه حله شويه مشان نوضح الفكره. اذا 30600 زائد اكس ناقص 34200 تساوي 102، ضربنا هاي في 3 بيطلع 102000. شو معناته؟ بدنا ننقل المعلوم لحال والمجهول لحال، او هيك هو حال اكس ناقص، طبعا هاي مع هاي 30600 ناقص 43200 بيطلع عندنا 12600 وتساوي 102000. الاكس تساوي 102 زائد 12600 يساوي 114000. يعني انا لو بديش اضيع وقت بامكاني احلها بالطريقه اللي انا كنت احل فيها، انه البيرتشيزز لاحظ تساوي 34000 في 3 زائد 43200 ناقص 30، انت جربها عاد تطلع نفس الجواب. اوكي، هاي معلش معلش والله ما قصدي اني اطول الفيديو، انما يعني انا بدي اغاير طريقة الكتاب. هذه طريقة اخرى اللي هي انا البيرتشيزز تساوي 34 في 3 102 صح؟ زائد 43200 ناقص 30600 اوكي. هذا حل ثاني، بس مشان تعرف انه انا كيف بفكر بطريقه انه البيرتشيزز. اذا 102 ناقص هاي زائد هاي ناقص 30، بس بدي اعطيك الجواب هلا. مية واثنين الف زائد 43200 ناقص 30600 بطلع 114600. بيننا وبينكم الله 114600 ايش؟ باوندز. بس نفس الجواب هذه. اوكي، باوند. اذا الجواب عندنا 114 معناته الجواب ايه؟ سؤال 7. بس سؤال 8. Sales budget shows quarterly sales for the next year as follows. هيها السيلز، هيها السيلز 10000 8000 12000 افقي 14، وسميته كوارتر 1 كوارتر 2 كوارتر 3 كوارتر 4 حطيناهم. وهون مثلت انه مخزون اخر المده هو نفسه مخزون اول المده، وهون مخزون اخر المده، والإشارة هاي إنه يعني مخزون آخر المدة لازم يغطي 20% من المبيعات. إذا هون بقول Company policy is to have a finished good inventory at the end of each quarter. هيو finished good inventory at the end of each quarter equal to 20% of the next quarter. 20% من next quarter sales، من 12000 next quarter sales. إذا budgeted production for the second quarter of the next year would be. إذا قديش البرودكشن؟ إذا بنقول برودكشن production يساوي
8000 اللي هي السيلز زائد الاندنج انفنتوري هون. الاندنج يساوي 20% من السيلز، هيها 12000 ضرب 20% بيطلع 2400. اذا هذا رصيد اخر المده، رصيد اخر الكوارتر ناقص بيجنينج، هاي البيجنينج اللي هي نفسها اندنج للكوارتر قبله، والتي تساوي 20% من هاي الثمانية. 8000 في 20% يساوي 1600، 20% من هاي الثمانية من النكست سيلز، نكست كوارتر سيلز اور كومينج. اذا ناقص 1600 الجواب بيطلع 8800 اكيد يونتس. اذا الجواب عندنا سي لسؤال 8. اوكي 8 سي. تسعة سوبر فلايت، سميها زي ما بدك، طيران شيء اي شيء. Expects April sales، تتوقع مبيعات April of its deluxe model airplane، يعني بمعنى نوع من أنواع الطائرات الفاخرة، وأكيد هي نماذج، نماذج طائرات. The C4 to be 402,000 units at 11 each. C4 يبدو لي نوع الطيارة الموديل، لازم يكون عندهم 402,000 لتبيع بابريل، 402,000 بابريل سيلز، 402,000 كل واحدة ب 11 دولار. Each C4 requires three purchase components shown below. كل نوع من انواع C4 بده A9 وB6 وD28. هيا C4 نفترض. هيا A9 بدها حبة واحدة، هيا تمام، وبي 6 بدها حبتين، ودي 28 بدها ثلاث حبات. اوكي انا وزعت الجدول هذا حطيته هون مشان حدا يفهمه بشكل افضل. Manufacturing direct labor and variable overhead per unit of C4 تين، هاي اللي C14 سوري مش C4 يمكن، توتال 3 دولار. اذا الدايركت ليبر والفاريبل اوفر هيد هي تكاليف زي تحويلي وكذا، بس مش تحويلي 100% لانه في فيكس اوفر هيد 3 دولار. فيكس مانيفاكتشرنج اوفر هيد از 1 دولار، التكاليف الثابته الغير مباشره كمان دولار بير يونت ات برودكشن ليفل اوف 500,000. طبعا التكاليف الثابته لها دائما كاباسيتي، فالكاباسيتي على قد 500,000 التكاليف الثابته الثابته، لكن اكثر من 500,000 بدها تقفز، معناته الريليفنت رينج يتغير. سوبر فلايت بلانز، هذه اللي سوبر فلايت تخطط ذا فولوينج بيجينينج اند اندينج انفنتوريز فور ذا مانث اوف ابريل، تخطط الى ما هي الانصده بدايه ونهايه الفتره فور ذا مانث اوف ابريل اللي هي شهر ابريل، هذا ابريل. And uses standard absorption costing for valuing inventory. وتستخدم standard absorption costing، يعني بدك تحمل المنتج التكاليف الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر والفاريبل مانيفاكتشرنج اوفر هيد والفيكس مانيفاكتشرنج اوفر هيد، الاربعه اللي هي الفول ستاندر، بس معياريه كلها معياريه. هلا بارت نمبر السي 14 units at April 1، الرصيد كان 12، هاي انا جبته هون حطيته 12 بداية، هاي بالبداية هذه April ونهاية الفترة 10، هاي 10. والمادة الخام A9 21.9، هاي 21 وهي 9 وهي نوع المادة الماتيريال، وهي الماتيريال B6 32 و10، وهي الدي 28 14 و6. نقلتهم بس وحطيتهم هون مشان نعرف انه الفترة هاي ما قبل ابريل، هذه ابريل
وهذه ما بعد ابريل اللي هي مي. وزعت البيانات، عادت ترتيب البيانات بالطريقة اللي بتعجبني أنا. Question 9 سوبر فلايت C14، هاي الطيارة موديل طبعا، ما تقول لي طيارة حقيقية. Production budget for April should be based on the manufacturing of production budget. إذا بدك تنتج قديش في أبريل لسي 14. إذا الإنتاج شو يساوي؟ هيو البرودكشن يساوي قديش بدك تبيع زائد قديش بدك تخزن آخر الفترة إندينج ناقص قديش عندك أصلا في المخازن بيجينينج. قانون البرودكشن 402 جيفن هون، سهم أحمر قديش بده يبيع، هيا سيلز ابريل سيلز زائد البيجينينج زائد الإندينج سوري زائد الإندينج 10 هيا ناقص البيجنج 12 هيا جيفن هون اوكي بيطلع قديش لازم انتج 400,000 نقطة هي. هذه بي السؤال اللي بعديه 10 اكيد نفس المعلومات نفسها نفسه نفسه اوكي طيب اسوم سوبر فلايتس بلان تو مانيفاكتشر 400 قال يا سيدي موافقين على جوابك اللي مر قبل شوي بدنا ننتج 400 يونس ان ابريل سوبر فلايت ابريل بادجت فور ذا بيرتشز اوف اي 9 شود بي اذا قديش بدنا نشتري الان لاحظوا البرودكشن بيعتمد على السيلز والمشتريات تعتمد على الانتاج لانه بعد ما تحط خطة المبيعات بتروح قديش بدي انتج بعد ما تحط خطة الانتاج بتروح قديش بدي اشوف ماتيريال قديش بدي اشتري قديش بدي ليبر قديش بدي فاريبل اوفر هيد وقديش بدي فيكس وكذا اذا البرودكشن نفسها قبل شوي مرت معانا تساوي 400 نفس الحل هذا هيا جبنا 400 حطينا بس عليها خطوة جديدة. The purchases of A9 ل A9 هاي شو تساوي؟ لاحظ الـ A9 ليش ما ضربنا؟ هاي الـ A9 بدها كل موديل بده حب وحدة من الماتيريال. حب وحدة، يونت وحدة. هيا يونت، هيا يونت. إذا ضربنا الـ 400 بواحد زائد كم رصيد اخر المده من A9 9 هيا ناقص beginning هيا وتساوي 388,000 يونتس مش فلوس هلا يونتس إذا يونتس من السؤال هيا اللي هي شو؟ A9 هيا A9 يونت بدناش فلوس هلا يونت يعني مدخل input pair 1 unit of output حبة واحدة إذا 388,000 هيها يونتس أوكي بي لسؤال 10 هذه بي بدناش نقرأ سؤال وين 11؟ هاي 11 سيمسون انكوربوريشن از ان ذا بروسيس اوف بريبيرينج اتس انوال بادجت ذا فولوينج بيجينينج اند اندينج انفنتوري ليفلز ان يونتس ار بلاند فور ذا يير اندينج ديسمبر 31 اذا بيجينينج انفنتوري واندينج انفنتوري لسنة الرو ماتيريال 40 بيجينينج ونهاية المدة 50 الوركن بروسيس 10 والفينش جود 80-50 معلومات جيفن وسهلة إن شاء الله
two units of raw material are needed to produce each unit of finished product. إذا حبتين من الماتيريال. Question 11. If 500 finished units were to be manufactured for the year. إذا بدي 500,000 من الإنتاج التام أصنعه. By Simpson. Simpson اللي هي اسم الشركة. The unit of raw material that must be purchased would be قديش بدي اشتري ماتيريال؟ إذا purchase معناته تعتمد على الإنتاج. إذا purchases تعتمد على الإنتاج، الإنتاج قديش عندي أنا؟ عندي يا سيدي العزيز هنا 500,000 يونت finished were to be manufactured for the year، يعني حننتج 500,000 وكل حبة بدها 2 units، إذا ضربنا 500 في 2 بيطلع مليون. تمام؟ إذا مليون units من الدايركت ماتيريال. شو بنقول؟ زائد ending inventory 9,000. وين ال 9,000 هذه؟ ال ending inventory للرو ماتيريال. عندي هون هيها اوكي زائد 9,000 اللي هي الاندنج انفنتوري. طبعا عندي يا سيدي العزيز خلينا نمشي هون 500,000 بدنا مليون صح؟ ضربنا باثنين هاي 500,000 ضرب اثنين بطلع مليون اوكي؟ يمكن هذا النتيجة النهائية هاي مليون ماشي؟ طيب المليون هاي زائد الخمسين اندنج للرو ماتيريال ناقص الأربعين بيجينينج هيها شو معناته؟ معناته احنا بدنا بحاجة لمليون وعشرة ألف حبة من الدايركت ماتيريال احنا بحاجتهم لتصنيع المنتج. إذا احنا قديش بدنا؟ مليون وعشرة آلاف حبة. طيب إذا بعد ما أقول عندي مليون وعشرة آلاف حبة معناته هو الجواب المناسب if 500,000 units were to be manufactured for the year by Simpson the units of raw material that must be purchased بس needed معناته to be purchased هاي حسبناها 500,000 اثنين بطلع مليون بنقول مليون زائد رصيد آخر المدة قانون ناقص رصيد أول المدة قانون يساوي مليون وعشرة إذا هذه أنا بديش إياها لأنه أنا مرات بزهق أراجع فبقول أثناء الحل منصفي الوضع إذا الجواب عندنا مليون وعشرة آلاف حبة من الدايرك ماتيريال of raw material units of raw material that must be purchased الجواب سي هاي سي لا سؤال 11 هاي سي كويس انه ما قطعنا الفيديو طيب كمان Paradise company budgets on the annual basis for its fiscal year the following beginning and ending inventory نفس الكلام اعتقد ها نفس المعلومات نفس المعلومات هون سيمسون لا معناته مش نفسه إذا شركة بارادايز يمكن الجنة الهيفن واتيفر بادجتس on an annual basis على أساس سنوي for its fiscal year يعني تعمل خطة موازنة على أساس سنوي. أوكي؟ fiscal year يعني سنة مالية. The following أكيد الفيسكال قد أحيانا تختلف عن الكالندر وبالتالي تبدأ مثلا بشهر 7 وتنتهي بشهر 6 وهكذا. The following
beginning and ending inventory levels in units are planned for the fiscal year of July 1 through June 30. The following beginning and ending inventory levels in units are planned for the fiscal year of July 1 through June 30. بمعنى انه هذه الارصده لجولاي اند جون دايركت ماتيريال 40-50 وركن بروسيس 10-20 نفس المعلومات قريبه من السؤال السابق فينش جودز تو يونتس اوف دايركت ماتيريال نفس الفكره انه كل حبه بتاخذ حبتين من الدايركت ماتيريال ار نيدد تو برودوس ايتش يونت اوف فينش جود فينش برودكت كويشن 12 اف بارادايز كمباني بلانز تو سيل 480,000 يونت ديورينج ذا فيسكال يير بدها تبيع 480 the number of units that will be manufactured will have to manufacture number of units يعني قديش بدها تصنع تعتمد على المبيعات اذا البرودكشن يساوي سيل زائد اندنج ناقص beginning بدها تبيع هيها 480 برودكشن يساوي 480 زائد الفينش جود هيها 50 اندنج انفنتوري ناقص البيجنينج هيها 80 بيطلع لازم ننتج 450,000 ونقطة أسئلة صارت سهلة تعرف كيف ترتب أمورك كيف تتعامل مع رصيد أول مدة آخر المدة إذا بدك تنتج معناته بدك قديش مبيعات ورصيد أول وآخر وإذا بدك تشتري ماتيريال بدك تعرف قديش بدك تنتج ورصيد أول وآخر من الماتيريال إذا الجواب عندنا 450,000 دي أوكي سؤال لبارادايز هذا دي معناته لسؤال 12 لاحظ 12 شهور هذه دي نفس بارادايز نفس معلوماته نفس الارقام لكن هون تغيرت الصياغه 13 if 500 complete units were to be manufactured during the fiscal year بدها تصنع 500,000 the number of units of raw material to be purchased إذا إذا أردنا أن نعرف قديش بدنا نشتري لازم نعرف قديش بدنا ننتج بالخطة تبعت الموازنة لذلك عادة بقول لك يلا يبدأ يبتاع المبيعات بتحط خطة المبيعات فيرست بعدين بشوف الإنتاج قديش بده ينتج بناء على رصيد أول المدة وآخر المدة من المخازن تامة الصنع وبعد ذلك الانتاج بصير تبع الماتيريال يعرف قديش بده يشتري مشان وبناء على رصيد اول مده واخر مده من المواد الخام وكمان الموظفين العماله بحسبوها قديش وكهرباء وكذا الى اخره كباسيتي اوكي قديش معناته بدنا نشتري ماتيريال هلا بقول لك الماتيريال نيدد 500 في 2 بيطلع مليون طيب عندي 500,000 manufactured units to be manufactured بدها مليون units من الدايركت ماتيريال مظبوط؟ طيب نفس الكلام هذا كلام نفسه purchases needed of direct material طبعا شو تساوي؟ لازم يكون عندي هذا نفس السؤال مكرر لازم يكون عندي مليون اللي هو قديش اللي هو المانيفاكتشرد البرودكشن بدي مليون لانه بدي اصنع 500,000 اذا بدي مليون حبه باثنين زائد رصيد اخر المده اللي هو 50,000 ناقص رصيد اول المده 40,000 بيطلع مليون وعشرة والجواب سي نفس السؤال هذا تكرر قبل شوي الجواب سي هيو سي هذا السؤال 13 اعتقد انه اتكرر هون اللي هو سؤال 11 نفسه 110 هيو 110 سي ونفس السؤال هناك 13 برضه 110 بغض النظر المهم انه ما ادري كيف اجى الترتيب ترتيب كما جاءني من
يعني من مصدر الأسئلة. إذا الجواب عندنا يمكن مكرر بالكتاب، الجواب عندنا سي. سؤال 13. طيب إسكار سؤال إيش هو؟ وين 14؟ في هنا 14 ولا هاي مقدمة؟ هاي مقدمة. طيب خلينا لحد هون نكتفي، وحنبدأ لأنه صراحة المشوار طويل، يعني يمكن بدهم 3 فيديوهات، لأنه صراحة أكيد صرنا شغالين أكثر من ساعة. نكتفي لحد هون، نقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا حنحط عندنا أرقام، الأرقام لحد 13، وبعد ذلك حنبدأ ب 14، لكن نكتفي لحد هون.